يستلم أولياء التلاميذ وسيسلم الأساتذة النتائج الرسمية للثلاثي الأول أو الفصل الأول من السنة الدراسية كتقييم شامل. كيف مر هذا الثلاثي الأول وأي ملاحظات ربما طالت الموسم؟ السلام عليكم ورحمة الله وعليكم تعالى وبركاته. سعيدة بهذا اللقاء، شكرا لكم على هذا الدعوة. حتما كلنا ننتظر بشغف هذه النتائج، نتائج الفصل الأول، ويعد ربما أطول فصل في السنة بالنسبة للمتعلمين بعد مضي 3 سنوات من كورونا. الحمد لله أننا عدنا إلى الدراسة العادية. لو جينا إلى التقييم حوصل نهائيا إلى نتائج الفصل الأول، نرى أن يعني النتائج مقارنة بالأعوام ما قبل كورونا نجد أنها نوعا ما فيها تقهقر، وهذا يعود إلى أسباب عدة. ربما إذا لو عدنا إلى التحليل، أول نقطة نجد أن تلاميذ تعودوا على سياسة نظام التفويج، بمعنى كانوا يدرسون فترة صباحية وبعد مسائية، تعودوا نوعا ما نقولوا على الرتابة والكسل، تعودوا على هذا. وعندما بدأنا هذا الفصل لاحظ الأساتذة أن التلاميذ لم يكونوا كذي السابق، يعني هناك نوعا ما نفور من الدراسة. والنقطة رقم 8 الاكتظاظ، مشكلة جد 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 هامة، لأن احنا نقولوا المقاربة بالكفاءات تدعو أن يكون في القسم 20 تلميذ، لكن ما نراه للأسف الشديد الواقع المرير أن التلاميذ في قسم يتعدى ربما في بعض المؤسسات نلقاه ربما 46. أين يكمن المشكل أستاذة حفيظة؟ ربما الآن بالعودة للنظام العادي والابتعاد عن النظام الاستثنائي الذي فرضته طبعا جائحة كوفيد-19 في إطار نظام التفويج الذي كانت تعتمده الوزارة الوصية، برأيك الآن بالعودة للنظام الطبيعي إلى أي مدى ساعد ذلك في بسط جو ملائم للتلميذ؟ لأنه حسب الأخصائيين والمختصين في علم النفس التربوي، نظام التفويج فرض كمامات على الأساتذة وكذلك رقابة طبية في إطار طبعا تطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة كوفيد-19 في المواسم الدراسية الفارطة من 2020 أثر سلبا على مردودية التلاميذ وعلى النتائج. اليوم أول نتيجة سيراها أولياء التلاميذ ويوزعها الأساتذة على التلاميذ في إطار سنة دراسية أقل ما يقال عنها عادية. كنا نطمح أن نقول أنها سنة عادية، يعني من دون أي إجراءات بعدما تم رفعها. يعني لو قلنا أن الدراسة العادية يا حبذا لو مورست بدون اكتظاظ، لأن إحنا الأساتذة رحبوا بفكرة التفويج وظنوا أن التفويج باق إلى هذا العام، ولكن عندما أصبح الضغط على الأستاذ ممارس كيف يقدم درسه في أوساط عدد، أنا أقول ربما في المقاطعات القريبة العاصمة لا نجد اكتظاظ، ربما في المناطق الضلوع أيضا في المدارس التي تجد ربما جراء يعني التنقل، يعني كما يقال أن بعض الساكنين قد غيروا أماكن سكناهم، وكاين بعض المؤسسات فيها ضغط لم تتحمل حتى المؤسسات. ونجد أن احنا لو كان مشينا بالطريقة العادية نجد أن بعض المؤسسات أهملت جانب مهم في نظام التربية ألا وهو الاستدراك المعالجة البيداغوجية وأيضا الأعمال الموجهة، نظرا لوجود ضغط هائل من التلاميذ. وهذا احنا أنا عندما في لقاءاتي والزياراتي نجد التلاميذ هناك ضغط، من يتحمل الآخر، حتى الأستاذ يجد صعوبة في تقديم هذه المعارف. فلذلك احنا نقول دراسة عادية لو لم يكن هناك الاكتظاظ. احنا حاولنا وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد كان قد طرح هذا الإشكال إجابة طبعا على هذا الإشكال، كان قد
سابقة، وأكد أن نسبة الاكتظاظ بعديد من الأقسام عبر الوطن هو مشكل الآن جاري معالجته، حتى وإن كان فعلا موجود ولم طبعا يندد بذلك ولم يقل العكس، لكن قال أن الوزارة تعمل وتعكف على التخفيف على الأقل حتى لا نقول القضاء عليه. هل التمستم ذلك أستاذة حفيظة؟ هل رأيتم، وطبعا بما أنكم تعملون في الميدان الآن وميدانيا، هل التمستم أنه في إرادة فعلية لوضع حد أو التخفيف على مشكلة الاكتظاظ بالأقسام؟ طبعا هذا يعود العودة للدراسة العادية من دون استثناء. طبعا صدقيني والحق يقال، احنا شهادة حتما نذهب إلى الميدان نجد أن تلاميذ صدقيني أن هناك حتى الكرسي هناك نوعا ما في إجحاف، يعني حلو الوسائل التربوية. احنا كي كانت كورونا نقول أن هناك استمرارية، كان هناك عامل والأساتذة رحبوا بالتفويج، أما الآن مع من يتعامل أستاذ؟ إذا كان الكل مرابط في القسم وحتى المعارف عند التقويم يشكو أكثرية الأساتذة من التصحيح، كيف يقوم الأستاذ قسم بسعة 46 تلميذ؟ نقول ربما في المؤسسات في المدن لا نشعر بهذا الاكتظاظ، نوعا ما كاين دراسة عادية حتى النتائج مثمرة عندما تفحصنا النتائج، بينما في بعض المؤسسات صدقيني كانت في كورونا كانت نتائج جيدة. يعني احنا لو عدنا الى السبب الرئيسي نجد ان الاكتظاظ هو العامل الرئيسي في عدم الاستقرار الموجود في المدارس، وحتى المتابعة في المعالجة البيداغوجية لكي نشخص هذا ربما النقائص لا نجد حتى حصة خاصة للمعالجة. عندما نسأل ونستفهم يقولون أن لا نجد قاعات. هذا ومن سبيل احنا قلنا أن أسباب ظرفية، رأيتنا ربما كان هناك حلول لكن بقي الحال كما هو عليه. بما أنك تحدثت ربما عن مشكلة الاكتظاظ، هنا سأدرس معك نقاط أخرى كذلك في إطار التدابير الجديدة التي اتخذتها الوزارة الوصية. اتخذت تدابير أخرى في إطار التخفيف من حقيبة التلميذ ومحفظة التلميذ، وتحدثت عن التقليل من حجم صاعي التلميذ، لكن بالمقابل كان فيها كذلك إجراءات جديدة وإقحام اللغة الإنجليزية في التعليم بالطور الابتدائي. الآن في إطار تدابير للتخفيف من حجم الصاعي والتقليل من الحقائب والمحفظات المدرسية بالنسبة للتلميذ، إلى أي مدى كان هذا الأمر ناجعا كتقييم شامل، وهذا في إطار الثلاثي الأول من السنة الجارية؟ ما لاحظنا أن البداية لم تكن كما تمنيناها. مجرد وعود الميدان لا نجد ما كان موعودا. طبعا البداية طيب، أي حلول تقترحونها؟ بما أنك تتحدثين ربما أستاذة حفيظة أنه حتى وإن كان الإجراءات لم تطبق أم لم تطبق بعد، أي حلول تقترحونها للتسريع في تطبيقها؟ تفضلي. احنا الحلول الموجودة إن شاء الله أولا لو عدنا إلى المكان المخصص للدراسة، يعني ضرورة إنشاء مدارس، يعني نبني عمارات لكن لا نجد مدارس. أين يدرس هؤلاء التلاميذ؟ حتى مجرد التنقل من مدرسة إلى مدرسة كان هناك معاناة. ألا تعلمون أن التلميذ أصبح يسافر في وطنه؟ من كان مثلا في أنا نجد أن مثلا هو موجود في العاصمة ويسكن في سيدي عبد الله. يعني التلميذ أرهق كاهله، أصبح يتنقل وهذا سيؤثر من مردوده المعرفي. وبالنسبة للحلول أجد أنه الإسراع الفوري ببناء مدارس، لأن نجد أن العمارات السكن في كل مرة وزع السيد وزير السكن، ولكن عمارة بلا مسكن ولا مستوصف ولا مثلا طبعا كل مستلزمات الحياة التي
يرغب فيها المواطن. طيب سأبحث كذلك في تقييم شامل حول المردود بالنسبة للتلميذ، كيف تفاعل مع كل هذه الإجراءات الجديدة التي طبقتها الوزارة الوصية. كذلك سأبحث في الموضوع مع ضيف آخر. إلى هنا أشكرك جزيل الشكر أستاذة بومسعد حفيظة على تدخلك معنا وطرحك لمشاكل القطاع في إطار التدابير الجديدة التي كانت قد اتخذتها الوزارة الوصية. هذه النقاط متابعينا الأكارم الذي سأطرحها مع ضيفي الكريم. العودة إلى الموسم الدراسي 2022-2023، التمدرس العادي في كل المراحل التعليمية وفق ما هو معمول به، خصوصا بالنسبة للتخلي عن النظام الاستثنائي أو بين قوسين نظام التفويج الذي كانت الوزارة الوصية قد عكفت عليه، وهذا في إطار مجابهة الفيروس والإجراءات الوقائية التي فرضتها السلطات، بما أن المدارس كانت البؤر التي تعرف بها انتشارا واسعا للفيروس. تخفيف من وزن المحفظة المدرسية والتقليل من الكتب المدرسية وتوسيع استعمال الألواح والأوراحات الرقمية، هذا كان كذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الوزارة الوصية والسلطات العليا بالبلاد، وهذا في إطار كذلك تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية للمرة الأولى في تاريخ الجزائر، في إطار تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مخرجات مجلس الوزراء بتاريخ 14 سبتمبر، في إطار تدريس التلاميذ اللغة الإنجليزية بعد خارطة طريق تم الاتفاق عليها من طرف خبراء في القطاع. سيلتحق بي عبر الهاتف مباشرة للحديث عن مكاسب القطاع والحديث كذلك عن ما المكتسب من تعليم التلميذ اللغة الإنجليزية في هذا الطور بالذات، التدابير الذي كانت طبعا تم تطبيقها من طرف الوزارة الوصية، الأستاذ محمد أمين بن الشيخ النقبي والأستاذ في الطور الابتدائي. أرحب بك معنا، مساء الخير. مساء الخير سيدتي، بارك الله فيك على الاستضافة. شكرا وفيك بركة. أستاذ بن الشيخ، سأبحث معك في نقطة المكتسبات التي اكتسبها التلميذ من خلال هذه السنة الجارية. التلميذ عام 2022-2023 طبعا أو في هذه السنة الدراسية، نتحدث عن موسم دراسي غير استثنائي وعلى غير العادة، إلى أي مدى ساهم ذلك في مكتسبات التلميذ ومردودية التلميذ وهذا عشية النتائج؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم سيدتي، نشكرك مرة ثانية على الاستضافة. نبدأ بقرار رئيس الجمهورية وقرار السلطات العليا بالعودة إلى النظام العادي بعد سنتين من العمل في نظام استثنائي اقتضته ظروف جائحة كورونا. العودة إلى النظام العادي كانت أمر ضروري لا مفر منه، حيث زال السبب الذي أدى العمل بنظام التفويج، حيث أن التلميذ بعد العودة إلى النظام العادي في الطور الابتدائي يعني عن تجربة أصبح يدرس أكثر من 20 ساعة، وأصبح يدرس يوميا يعني من الأحد إلى الخميس، وهناك مدارس تدرس حتى يوم السبت، عكس السنة الماضية التي كانت التلميذ في الطور الابتدائي يدرس حجم ساعي قدره 10 ساعات، والسنة الدراسية التي قبلها كان يدرس 12 ساعة، وهذا الأمر الذي أثر سلبا على التحصيل العلمي للتلميذ، وهذا ما لاحظناه هذه السنة بعد العودة إلى النظام العادي، حيث شاهدنا نستطيع أن نقول أن التلاميذ كانوا فارغين بالمصطلح، آسف على هذا المصطلح، التلاميذ كانوا فارغين، وهذا قلت لك لنقص المكتسبات، يعني ما اكتسبوش المكتسبات اللي من المفروض يكتسبوها، خصوصا وأنه حدث تقليص في البرامج الدراسية، خصوصا في مواد أساسية، مواد اللغة العربية والرياضيات والفرنسية. هذه السنة بالعودة إلى النظام العادي نحن نسعى دائما ونعمل على الرجوع ونعمل على استرجاع المكتسبات وغرس المكتسبات التي ضاعت في السنتين الماضيتين. العودة إلى النظام العادي كذلك سيدتي قد يساهم في الحد من ظاهرة التسرب المدرسي، حيث كما قلنا سابقا أن التلميذ يدرس يوميا طيلة أيام الأسبوع يعني من الأحد إلى الخميس، وهناك مدارس تدرس كذلك يوم السبت،
يعني التلميذ يمكث تقريبا من 5 إلى 6 أيام في المدرسة، يعني هذا يحد من ظاهرة التسرب المدرسي عكس السنتين الماضيتين حيث كان الأستاذ كان التلميذ يمكث في المدرسة الأحد والثلاثاء والخامس يعني 3 أيام في الأسبوع، وهذا ما ساهم في الرفع قليلا من نسبة التسرب المدرسي. وكذلك أثر العودة إلى النظام العادي خصوصا بإدراج وزارة التربية لنظام التقويم في مواد اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية كان له الدور الفعال في رفع معدلات الكثير من الكلمي. يعني بالنسبة لهذا السنة شاهدنا نتائج مقبولة إلى حسنة إلى حد ما، وهناك مدارس حققت كذلك نتائج ممتازة بالمقارنة مع السنوات الماضية التي عملنا فيها في ظل جائحة يعني كورونا. النظام العادي بالموسم الدراسي كانت طبعا وعادة بالطريقة الإيجابية والتي طبعا وجب أن نعالج عليها ونركز عليها في نقاشنا، لأنه بالعودة للنظام العادي والتخلي عن النظام الاستثنائي الذي فرضته جائحة كوفيد-19 ومن جر عنه من إجراءات في إطار نظام التفويج الذي طبعا كانت قد فرضته كذلك الجائحة، النتائج كانت برأيك وحسب تقييمكم يعني ممتازة أو تحسنت مقارنة بالسنة الفارطة؟ تحسنت مقارنة بالسنتين الماضيتين خصوصا كما قلت مع إدراج وزارة التربية الوطنية للتقويم المستمر في مواد اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية أثر إيجابا على نتائج أغلبية التلاميذ، إن لم أقل حتى لا أبالغ يمكن أن أقول 90% من التلاميذ ساعدهم هذا النظام الجديد وهو نظام التقويم المستمر في اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، ساهم في الرفع من معدلات التلاميذ. جميل، سأبحث معك نقطة أخرى كذلك، في نقطة أخرى إن طبعا سمحتم بغرفة التحكم النقطة الموالية سأبحث معك عن تخفيف الحجم الساعي بالنسبة للمحفظة المدرسية والتقليل من الكتب المدرسية والتوسيع على استعمال الرقمي لوحات الرقمية، إلى أي مدى ساهم ذلك في طريقة استيعاب التلميذ للدروس؟ سيدتي تخفيف المحفظة كان عن طريق الإجراءات المتخذة من طرف سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يثبت في كل مرة الأهمية التي توليها السلطات العليا للبلاد من أجل النهوض بقطاع التربية الوطنية والتعليم في الجزائر. نبدأ أولا بإجراء تخفيف المحفظة باستحداث نسخة ثانية من الكتاب المدرسي، هذا ما كان له دور فعال في إراحة التلميذ من ثقل المحفظة ومن الأمراض التي كانت تصيب العمود الفقري والتي أجمع عليها كل الأطباء والمختصين والتي عانى منها التلميذ لعدة سنوات. هذا الإجراء جعل المتعلم في أريحية تامة، يعني كنا نشاهد في سنوات ماضية وزن المحفظة ثقل 10 كيلوغرامات وهناك تلاميذ يسيرون لمسافة ممكن 1 كيلومتر 2 كيلومتر وربما أكثر، ولكن أنت تخيلي سيدتي تلميذ في عمر 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات يحمل حملا ثقيلا على ظهره. هذا السنة سيادة رئيس الجمهورية قرر سن إجراءات وإصلاحات في قطاع التربية الوطنية بتخفيفه للمحفظة عن طريق النسخة الثانية للكتاب المدرسي والألواح الرقمية بتكلمنا عن الألواح الرقمية. للأسف انتهى الوقت أستاذ، طبعا سأطلب منك أن تلخص الفكرة في أقل من دقيقة، تفضل. نعم، هذا إجراء الألواح اللوحات الرقمية كذلك ساهم في تخفيف المحفظة الذي أثقل التلميذ والولي كل على حد سواء، كما أنه ساهم في مواكبة تطور التكنولوجيا الحاصل في العالم. كذلك هذا الإجراء كان له الدور الفعال في رفع مستوى التعليم وكفاءته على المدى المتوسط والبعيد، رفع مردود وأداء المتعلم خلال العملية التعليمية التعلمية والتي سيتم إثارتها وتكون في جو من
التشويق والكثير من التفاعل من طرف المتعلم، حيث لا يخفى علينا ان المتعلم اليوم ليس نفس المتعلم. ممتاز. وذلك شكرا لك جزيلا الشكر للاستاذ محمد امين بن الشيخ. اصبحوا مقبلين على استعمال التكنولوجيا يحتاج لوقت والوقت انتهى للاسف. حقيقة شكرا لك جزيلا الشكر استاذ محمد امين بن الشيخ النقابي والاستاذ في الطور الابتدائي. شكرا لك، اتمنى ان استضيفك مره اخرى وابحث معك في ذات النقطه. شكرا لك.